طعم معي تعب. الهم ضيق والهم يتعب يقطع نياط الروح نياط القلب يعني. أنت ما لابد إنه تعيش ويا المشاكل على أنه روتين يومي، لأنه بحياة طبيعية إحنا نعيش مشاكل كثيرة. إذا ظنيت فاعل ويا صغيرة ويا كبيرة راح نعيش في تعاسة دائمة. لازم نتعامل ويا الحالة على أنه إحنا مؤهلين لحلها. فهمتني؟ يعني هسه أنت مثلا اليوم بتتوجه الصبح تقول يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، تواجه كثير من المشاكل في حياتك. أول المشكلة أنه أنت إذا نعتبرها مشاكل بالك يمي، أول أمر أنه أنت راح ممكن شلون توصل مكان عملك. هاي لازم الشخص رغم بساطة الأمر شلون توصل لعملك، توصل عملك بسيارتك أو ما سيارتك تعطل بالطريق. لازم تفهم أي مشكلة. أنا عندي صديق الله يسلمك، أي مشكلة بها خيارات أكثر من خيار. يعني أنت لا تفكر بتفكير واحد بس، خلي وزع خياراتك أول ثاني ثالث. فكر بنمطية النجاح مو بنمطية الهم، لأنه الهم متعب مضني. الهم مضني، ياخذ صحتك، ياخذ عافيتك، ياخذ لذتك بالحياة، يعني يقتل كل لذاتك. السعادة، السعادة ترى مفهوم مو حقيقة، يعني مو حقيقة مادية، مفهوم. أنا عندي منشورات تقارير أغلبها على الفيسبوك اللي هي تحت عنوان القناعة سيدة المصير. القناعة سيدة المصير، وبنفس الوقت السعادة هي قناعتك بالسعادة هي سيدة مصيرك في الأمر المحدد اللي هي بوقت معين ولكني، أو بالأمر اللي هو ممكن يكون على مدى حياتك كلها غير محدد. ألمت خلينا نقول بالإنجليزي، تمام؟ تحتاج أن تفهم الأمور بطريقة صحيحة. يعني اليوم أنا من أواجه مشكلة مع صديق، أو أواجه مشكلة مع أب، مع أخ، مع أخت، مع زوجة، مع أي مكان بالحياة، أي شخص ممكن على تماس وياه، فهو نتيجة أخلاقه، نتيجة أفعاله، مو نتيجة أفعاله. أبوي الله يكتب عليه السلام شو يقول؟ يقول لي بابا إذا أحد أسألك فهو مسؤول عن أخلاقه. هذا جاي يعبر عن أخلاقه مو أخلاقك. أنت تعبر عن أخلاقك بردك إليه وباستيعابك إليه، تمام؟ اليوم نحتاج شوية نروح عن أنفسنا. شلون أقدر أقول لك؟ يعني أكيد خب السفرات الترويحية هذا شيء أمر مهم وضروري جدا، لكن أنا سفرة الروح إلى معانيها الصحيحة. حاول تسافر سفرة روحية بداخلك. ليش؟ ها؟ ليش؟ يعني مثلا أنا أعتلي بذاتي، أرتقي بذاتي، أنا مو شخص عادي. أحيانا تسويق النفس إلى النفس واجب. أسمرات أحد يسوق نفسه لآخر. أحد أسمرات أنت متقدم سي في تسويق لذاتك، سي في مالتك تسويق لذاتك لشخص معين، تمام؟ سوق نفسك أمام نفسك، تقول أنا مو إنسان عادي، أنا إنسان جيد مع التواضع طبعا، أنا إنسان جيد وإنسان ناجح، أكو ركائز مهمة بالحياة تخليك سعيد جدا. مالك يمي، الركيزة الأولى أنه تكون راضي، والرضا لا يأتي جزافا. موضوع الرضا لازم إلى علاقة بالله عز وجل، لازم أنت تكون علاقة طبعا بغض النظر عن الطقوس الدينية. أنا جاي أحكي علاقة ربانية، أنه تفهم الله عز وجل صح، أنه الله وياك. أكو حديث لله عز وجل أو أحد الأئمة ما أذكر، يعني يقول لو كشفت لكم الأقدار، يعني مثلا لا سامح الله أنا أطلع من الصبح تندعم سيارتي، لو كشفت لكم الأقدار لما تمنيتم إلا الأقدار التي قدرتها أنا لكم. يعني هذا لا سامح، يعني لو كشف الاحتمالات اللي ممكن تصير بك، الخيارات اللي لو كشفت اللي ممكن تصير بك، ما ممكن تعرف الخيار اللي ما ممكن يصير بك غير هذا اللي الله أفضل خيار هو هذا. فبالتالي إنه الله عز وجل يختار لك الأفضل، لذلك أنا تقول دفع الله ما كان أعظم. فبالتالي أكيد الله عز وجل يحب، الله بمناسبة الله يحب كل عبادة. كيف يكون كيف ما كيف لو كان العبد مؤمن وصالح وقريب من الله عز وجل؟ أحسنت أبو حسين، أحسن الله عليك. نحتاج نكون سعداء، نحتاج نكون سعداء أكثر مع أنفسنا. الحياة جميلة وقصيرة، أحيانا نفهم الحياة هي هم بس هي بالتالي هي قمة السعادة. إذا رضينا هي القناعة دكتور، هي القناعة، يعني هي القناعة السبيل الحصري والوحيد لكل مفهوم بالحياة، لكل خطوة بالحياة. فهمتني؟ القناعة سيدة المصير، هذا ملخص كل حديثنا. إنه تقتنع أنه أنا اليوم لا سمح الله عفوا أو أنا أجي اليوم أمدحك،
افتهم انه هذا المديح ايجابي حصرا او لا سمح الله اذمك، افتهم هذا الذم ما افتهم ذم، وانما افتهم رساله من الله انه لازم اصير حباب، لازم اصير خوشادي. فهمت؟ فالعلاقه الها 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 الموضوع العلاقه ما هسه بالقناعه. ما عرفتكم على علاوي علي فاهم الشيباني. الشيباني شاعر ومفكر ومحامي. لا مو هالكذا، رجال بسيط يعني. عبد المتواضع لله. عبد المتواضع أحد أعز أصدقائي علاوي. لي الشرف يا حبيبي. هاي النصائح الطانياها إن شاء الله تنزل على اليوتيوب استفادوا منها. أتمنى لك التوفيق والسعادة لك ولكل أحبابك ولكل الناس إن شاء الله. إن شاء الله. دمت بخير وسعادة حبيبي. أسلمني. أسلمني صديقي البلد. علاوي ابن خضير سأعوفك بعد قليل. نصحني بحسين شو يسوي؟ والله نصحك أضويب بالوباء هذا اللعين، الكمامة شوية تلبسها يعني أن الشغلات يعني لك مشي ماما إيه. ملبشيسها ملبشيسها مو منزل شيحة ومطلع شيع بالمشوي شارع ومولع شيب ومركي شيب نفتح كيف بعد 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 اي يعني دير بالك من هذا الوباء اللعين والكمامة طالع نصائح الحياة يعني للحياة يعني خبرتك هاي خلي عينك بعين الله وشغلتك ماشية زين ايه لا تخلي عينك بعين صفاء ايه ايه وين رايح؟ هاي بعد مصطفى تعال شنو؟ طق لي نصيحة طق لك نصيحة انجوي انجوي يعني شو اسوي؟ انجوي خويا اعمل لدنياك كأنك تعيش هذا هي كمل يوك وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أكو أحلى من هاي ضياء نصيحة ما مع علي بعد مروشيح 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 المبرطيشينية مبرطيشينية تقيلة ما تمشي عمي بضياء بضياء انصحني انصحك نصيحة راح تروح وين هذا وين هذا ماكو لا تمشي لا تمشي هذا أول شيطان أخوه زين وهذا شو تقول وياه؟ هذا ما يدفع فلوس هذا هذا يدفع فلوس باباك سوى هذا قلت له خذ مرتني هسه انا امشي بحكي عمي انا ما احكي بحكيك ما امشي غير صحيح؟ اي الصحيح؟ ابقى هناك اشرب اتفقنا ان شاء الله ما توقع ان شاء الله ما توقع بشيء خطا زين شنو المهم الفلوس لو لا المهم الكلام الطيب زين كلام الرمى خذوها ما بصير هو هذا مو سالفه مثل سلم هذا ما سلم لا فيديو فيديو هذا على اليوتيوب القران ماكو يا باسم جيرانكم؟ اي اي جيران باسم جيرانكم المهم ايش في باسم؟ كذوبك شوف ان شاء الله الله يوفقك والدار ابوك زين والدار امك زين بالذات امك زين ويحفظ لك عمك ابو ضياء الله يحفظه ان شاء الله ابو ضياء واخيرا واخيرا بكل فيديو طالع واخيرا ابو ضياء نصحه يعني هو راح يروح هسه نصيحه مو بس ان شاء الله ان شاء الله نصيحه بالحياه يعني مو بس ان شاء الله من حياتك تكون سالمه ان شاء الله سالمه ان شاء الله تكون حياتك سالمه بس قدام. يعني تصحب مثل بالزواج يعني زواج اعوذ بالله ما عندك نصف الدين لا 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 خليني عم الزواج نصف الدين لا خليني لا صادق لا صادق كذوب كذوب ابد لا صادق الله هاي النصائح اي كمل كذوب ماكو ولا تمشي وياه ممشى زين ودير بالك من الغدار زين ودير بالك من الكذب ودير بالك من الدائن وما يعطيك دير بالك من كل اشياء مو زينه الله شاء والله زين والله شاهد هي هاي زينه عرفت تمشي عدل امام الله الله يرفعك هاي النصيحه الحلوه هاي احلى نصيحه سمعتها تمشي الله قصدك اللي يمشي ويا رب العالمين رب العالمين يمشي وياك يوقف وياك يوقف وياك صح بس من تكذب طيح صبرك من انت زين أي. تمشي ولكن تمشي توقع توقع اذا مو سنه تتعقد اذا مو باكر توقع توقع تتعب صح بس لا وان شاء الله تشوف الخير بجاه الحسين رحم الله عليك الاكل مع الاسف يعني تقريبا
يعني 80% من الناس ما لابسين كمامات وباكر حظر على مود فيروس الكورونا. التصور هاي يعني الوضعيه الحلوه اللطيفه اوكي يعني باكر المفروض كيف بس كمامات.